السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معادن قوية جدا في موضوع الحصر، لأن الطريقة الطبيعية في حصر في الريفت بنحصر كل حاجة لوحديها وما بيطلعش جدول الإكسل اللي احنا عايزينه. طيب الأداة هيت اللي هي بيلدينج بوك اكستنشن أو كونتيفيكيشن. طيب هاجي هنا من السهم دوت، تعالوا نشوف ايه الاختيارات المتاحة ليا إن أنا أضبط اللغة. عندي إنجليزي وألماني وروسي وبرتغالي وفرنساوي. طيب كالكوليشن سيتنج بنبدأ نظبط الإعداد بتاعتنا، تمام. ده الانترناشونال ستاندرد، ممكن تقول له شينج وتشوف إذا كانت في حاجة تانية متاحة ليك في الألماني. فلو أنت عايز ألماني تبدأ تختار، تمام، فتلاقي بقى بعض الاختيارات. طيب أنا هقول له كانسل. هاجي هنا كالكوليت بيلدينج كوانتيفيكيشن، بيقول لي أنت هتشتغل بأني ستاندرد، السيليكشن ميثود هتشتغل بأني طريقة، الكاتيجوري هل أنت عايز كل الكاتيجوري ولا في حاجات أنت مش محتاجها. طبعا لو قلت له كله جميل جدا، بس هياخد منك بعض الوقت، تمام. تقدر تشيل العلامة على الحاجات اللي أنت مش محتاجها في الشغل بتاعك، أو أنت واثق إن أنت مش عاملها، يعني المبنى كله مفهوش مثلا أي حائط إزاز، فتشيل حوائط الإزاز. طيب بعد كده بقول له إيه، بقول له كالكوليت. فهو بياخد وقت عشان يقعد يحسب كل الحاجات الخاصة بالغرف وال الحوائط والأوبننج والأبواب والشبابيك وهكذا. وبعد كده ممكن أقول له أنا عايز أشوف النتيجة هتبقى عاملة إزاي. تقدر تختار التعديلات اللي أنت عايزها، وممكن تقول له بعد كده اكسبورت وريني الحاجات دي على جدول الإكسل. أنا أشوف جدول الإكسل، هتلاقي هو حصر لكل الحاجات وبالغرف كل العناصر وكل الماتيريال اللي موجودة، تمام. نوت. ممكن اقول له انا عايز بقى الكيرتن وول، فيبدا يجيب لي حاجات خاصه بالكيرتن وول بالويندو مثلا. وبيبدا يجيب لي كل العناصر بالصور بتاعتها. الحاجات دي ممكن تاخد وقت لو عملناها مانوال. زي ما انت شايف بيبدا يجيب لي كل العناصر، فتقدر تضيف الملف دوت وتبعته. ده الحاصل بتاع الجهاز.